صلى على النبي. هنكمل كلامنا عن الـ Data Analytics Life Cycle، وهنبدأ بالمرحلة الثالثة. زي ما انت شايف على اليمين تحت، انت في المرحلة دي بتسأل أسئلة زي Do I have a good idea about the type of model to try? Can I refine the analytics plan؟ اللي هو انا عندي فكرة كفاية عن البرنامج اللي انا هبدأ اعمله ده ولا لأ. انت بتبدأ تحدد انت هتعمل ايه بالظبط في البرنامج بتاعك، او بمعنى ادق الموديل بتاعك، وده اللي انت بتحدده على حاجات قديمة انت اوريدي عرفتها من مراحل فاتت، زي الافتراضات او الهايبوثيسز اللي انت كونتها في مرحلة الديسكفري، او الداتا ستراكشر بعد لما ظبطت الداتا في مرحلة الداتا بريبريشن، عشان تقدر تختار انت هتحل المشكلة اللي عندك ازاي بالظبط. في الموديل بلاننج بتبدأ تعمل داتا اكسبلوريشن، وبعدها على اساس البيانات اللي عندك من الستيك هولدرز والدومين اكسبرتس، وبتعمل شوية تيستس عشان تبقى متأكد انت شغال على البيانات المهمة اللي توصلك للهدف بتاع المشروع ولا لأ، أو the most important variables في المشروع. بعد كده في مرحلة المودل سيلكشن ممكن تاخد الداتا اللي عندك كلها وتحطها في داتابيز، مثلا تقدر تتعامل معاها بلغة من لغات البرمجة الخاصة بالداتابيز زي مثلا سيكوال أو اس كيو ال 2.1، شوف انت هتعمل ايه بالظبط عشان توصل للهدف بتاعك. في مثال هنا مثلا من الحياة الواقعية اللي هو الـ Churn Prediction، ده معناه إنك كبزنس بتقدر تتنبأ من العميل اللي ممكن يسيبك في الفترة اللي جاية ويتعامل مع بزنس تاني مكانك، فأنت بتبدأ تحل المشكلة عشان تقدر تحافظ على العميل دوت. وأنت في المرحلة ديت بتختار الطرق أو الميثودز الأنسب على حسب البزنس اللي بتتعامل معاه. يعني أنت مثلا لو بتتعامل مع ريتيل بزنس زي مثلا بي تيك أو تو بي، ممكن يكون أنسب حاجة ليك الـ Decision Tree. نوعا ما ديت حاجة مش مستخدمة غير في، يعني بندرسها بعد كده خلاص مش بنستعملها، بس كده كده هندرسها بعدين. لما تتعامل مع الديلي جروسري ستور زي فتح الله مثلا، هتكون بتفكر اذا كان المفروض تستعمل ديسيجن تري او حاجة شبه الام ال ار، وهكذا في باقي الحاجات شبه مثلا الريتيل بانكينج والوايرلس تيليكوم وكده. رابع مرحلة في اللايف سايكل بتكون الموديل بيلدينج، او ان انت تعمل البرنامج. خلينا نفترض مثلا ان انت شغال مع شركه بتنتج مشابك غسيل، يعني بغض النظر ان مفيش شركه مشابك غسيل ممكن تعمل كده. بعد لما بقى عندك البيانات من الشركه وبدات تعمل الموديل بتاعك، هتعتمد فيه على الماشين ليرنينج، او حتى سنه لسه برضه في سنه تانيه تقريبا، انت هتدي له بيانات وهتدي له الناتج بتاعها. يعني مثلا في المثال بتاعنا، انت ممكن تدي له بيانات عن ان الشخص الفلاني بيشتري مشابك كتير، وان هو ساكن في الدور العاشر وعايش مع مراته 13 عيل مثلا. تقول له ان في حد تاني عايش لوحده في الدور التاني مثلا، ده مش بيشتري مشابك اساسا، وحد تالت بيعمل كذا ورابع واوصفه كذا وعاشر وهكذا. الموديل او البرنامج ممكن يستنتج ان كل ما كانت عائلة الشخص اكبر كل ما احتاج مشابك اكتر مثلا، او كل ما كان ساكن في دور عالي هيحتاج مشابك اكتر، عشان مشابك لو وقعت هيكسر يجيبها طبعا. بس انت ازاي هتتاكد ان هو شغال ويقدر يتوقع بنسبه كويسه؟ ازاي هتتاكد الموديل بتاعك ده هيقدر يتنبا فعلا اذا كان الحد ده مثلا عميل محتمل ولا لا؟ لو انت اوريدي عندك بيانات عن 1000 عميل، سواء هم بيشتروا كتير ولا لا، او معلومات عنهم زي مثلا زي ما قلت عايشين مع كام حد والكلام ده كله، فانت ممكن تقسمها ل 700 مثلا منهم هتستعملهم وانت بتعمل الموديل دي، هنسميها التريننج سيت. باقي البيانات اللي هم 300 الباقيين يعني هتجرب هتخليهم عندك بحيث ان انت تجربهم في البرنامج بعد لما تخلصه خالص. انت كده كده اوريدي عارف نتيجتهم، فتبقى عارف اذا كان البرنامج صح ولا لا، والاكيورسي بتاعته او دقته قد ايه بالظبط. فالبيانات دي انت هتسميها testing sets. بعد كده بتيجي لمرحلة ال communicate results، ودي انت بتسأل نفسك فيها اذا كان المشروع ناجح او لا، عن طريق ان انت بتinterpret او بتفهم results اذا كانت الحاجة اللي انت عايزها ولا لا. اساسا بتقارن اللي انت وصلت له عمليا بالافتراضات اللي انت حطيتها في phase 1 ال discovery، وبتحدد اذا كنت وصلت للبيزنس فاليو اللي انت كنت عايزها ولا لا، وبتلخص اللي وصلت له في المشروع كله عموما. كده اخر مرحله اللي هي الاوبريشنالايز، انت كده خلاص خلصت كل حاجه وسلمت المشروع لشركه المشابك مثلا، فهم بيبداوا يستعملوه وبيشوفوا اذا كانوا استفادوا ولا لا. لو حصلت اي مشاكل او احتجت تتعدل على الموديل او تحسن حاجه مثلا، فبتعمل كده. فالملخص بتاع الموضوع، لو انت عندك مشكله تشيرن، تشيرن ان انت مش قادر تحافظ على العملاء يعني بتوعك، فبتبدا تعرف المشكله في مرحله الديسكفري، وبتحط initial hypothesis او افتراضات اوليه. بعد كده بتبص على الديتا اللي عند الشركه، وعلى اساسها بتشوف ازاي هتعمل الموديل بتاعك في مرحله الموديل بلاننج.
اللي انت بتتوقع فيها ايه الاسباب الاساسيه للمشكله عشان تركز عليها في الموديل بتاعك. بعد لما بتخلص البرنامج او الموديل بتشوفه وصل لايه في المرحله الخامسه اللي هي الكوميونيكيت، بيكون وصل لانماط. مثلا لو انت عندك مثلا بنك، فلو العميل بيستخدم الكريدت كارد اقل من 5 مرات في الشهرين اللي فاتوا، فده معناه ان هو هيسيبهم قريب مثلا في خلال شهرين. فما دام البنك قادر يتوقع مين العميل اللي يقدر يسيبه، ممكن يقدر يعرف ازاي هيحافظ عليه. وقلنا قبل كده ان في 7 رولز او 7 ادوار اساسيه في المجال عموما، فانا هركز على العمود الثالث عشان قلنا الاول والثاني قبل كده. فبعد لما المشروع بيخلص، كل واحد فيهم بيشوف اذا كانت النتيجه بالنسبه له مناسبه ولا لا. البيزنس يوزر مثلا بيتاكد اذا كانت نتيجه المشروع جود فور هيم او مناسبه بالنسبه له ولا لا، وايه اللي استفاده من المشروع. نوعا ما البروجكت سبونسر بيسال نفس الحاجه بس بيزاد حاجات شبه وات ار ذا ريسكس او المخاطر اللي في الموضوع. البروجكت مانجر بيكون المهم انه يتاكد البروجكت خلص بالكواليتي المطلوبه قبل الديدلاين المتحدد ولا لا. البيزنس انتليجنس اناليست بيراقب البروجكت يشوف اذا كان شغال تمام ولا لا، عشان لو في حاجه بيغير الريبورتس اللي بتكون عن البروجكت اللي بيكون عاملها اوريدي. الداتا انجينير والداتابيز ادمنستريتور بيعملوا نفس الحاجه بالظبط، هما بيجهزوا ورق او دوكيمنتس عن المشروع بيشرحوا فيه هما ازاي عملوه او هاو زي هاف امبلمنتد ات او ازاي طبقوه، بيشارك الكود مع باقي التيم. الداتا ساينتست بيشير ذا كود وشو ذا اناليست برزنتيشن. الاناليست برزنتيشن جزء من السلايد ديت. بعد كده مثلا لو انت شغال في شركة، فبيكون في 4 حاجات اساسية لازم توصلهم للستيك هولدرز او المستثمرين. انت مثلا بتعرضه عليهم، فبتشرح المشروع، بتشرح البيج بيكتشر بتاعته، الصورة الكاملة عنه، بتقول انت وصلت لايه عشان تايد ديسيجن ميكينج، تساعدهم في اتخاذ القرارات. بتحاول تخلي شرحك بسيط على قد ما تقدر، لان هم نوعا ما مش مالهمش علاقة بالتكنيكال سكيلز ولا التكنيكال فيلد خالص. بعد كده الاناليست بيحضر الريبورتس عن البيزنس بروسيس تشينج وبيبعتوا شويه تفاصيل للديتا ساينتست، غالبا بتكون تكنيكال جرافس يعني منحنيات والكلام ده. فبيشاركوا الكود مع التكنيكال بيبل او التكنيكال سبيكس، التولز اللغات البرمجه اللي هم استعملوها في المشروع يعني. بعد كده الاناليست ويش ليست فور ا سكسسفول اناليتكس، الحاجات اللي الديتا اناليست محتاجها في المشروع الناجح عموما. ان هو يقدر يوصل لكل الديتا اللي عند البيزنس سواء كانت structured أو unstructured، لازم تكون الداتا دي تكون مفهومه بالنسبه له، لازم يكون ليها ديكشنري مثلا. ففي تولز بيستعملها، اتكلمنا في الموضوع في المحاضره تاني، تكون مثلا statistical tools، mathematical tools، visual software of choice اللي هو اي حاجه هو بيختارها عشان يعمل graphs والكلام ده كله. حاجه مثلا شبه ساس او ماتلاب، ممكن يستعمل اور، او في شويه تولز في الجافا بتعمل كده، برنامج اسمه تابلو حاجه شبه سبوت فاير. ومحتاج مثلا حاجات للكولابوريشن زي مثلا مايكروسوفت تيمز او سلاك او حتى جروب على ماسنجر، اي حاجه بحيث ان هم لو شغالين في تيم يقدروا يوصلوا لبعض.